ان شاء الله اولاد الحصه تبقى مسجله ان شاء الله، تمام، مش تبقى بس مباشر خلاص. فاحنا ان شاء الله المره اللي فاتت، المرات اللي فاتت الحمد لله، الاول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا المرات اللي فاتت يا اولاد بدانا من وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم اتولد، وايه الاحداث العظيمه اللي حدثت في فتره كل في الصوت، وايه الاحداث العظيمه يا اولاد اللي حدثت في وقت ولاده النبي صلى الله عليه وسلم، وايه العامل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اتولد فيه. بس قبل ما نبدا خالص يا اولاد، احنا بنفكر بعض كده ان شاء الله بالحاجه الاهم، اهم حاجه دلوقتي في الوقت الحالي، اللي هي ايه؟ قضيه اخواتنا في غزه. احنا عارفين ان هم امبارح كان حصل عليهم ضرب امبارح على مدرسه، فربنا يرحمهم يا رب وان شاء الله يتقبلهم في الشهداء. نذكر بعض يا اولاد، ايه الحاجه اللي احنا نقدر نعملها نساعد بقى اخواتنا في غزه؟ يلا نتكلم بسرعه، قول يا بسام. اللي احنا نتبرع لهم وندعي لهم ونصلي وندعي لهم في كل صلاة. برافو، احسنت، ان احنا ندعي اخواتنا. طيب شكرا. العفو حبيبي. يلا مين يقول تاني؟ قول يا عبد المجيد. انقطع المنتجات اللي يجيبوها من تدعم احسنت، إسرائيل. برافو، جميل. قول يا حور. قول يا مين؟ قول يا خالد. نجعل لهم في الصالة إن ما يجيش ما يضربوش عليهم تاني. جميل. قول يا محمد كده، محمد كرم. بدر هو عايز يقول قول يا نكاتة بدر. نكاتة. احسنت. بص يا ولاد، قول يلا مين تاني اللي عايز يقول؟ اللهم صل على نبينا محمد. قول يا خلاص كده كلنا قلنا. بص يا ولاد، احنا دلوقتي عندنا اول حاجه ندعي الله سبحانه وتعالى لهم، ندعو الله سبحانه وتعالى بما استطعنا. الحاجه الثانيه نقاطع، نتكلم عنهم كتير يا اولاد، نتكلم، نبدا نعرف اخواتنا وزمايلنا وكلام ده كله. يعني ايه اصلا اخواتنا؟ هي ده قضيه اسلاميه رقم واحد، هي قضيه دين عندنا بالنسبه لنا، مش قضيه ان هي قوميه، ان هي فلسطين العربيه ماشي على العين وعلى راس عربيه، بس في الاصل يا اولاد قضيه اسلاميه، ما ينفعش نفصلها غير كده. احنا عندنا دلوقتي يا اولاد فلسطين قضيه اسلاميه، هي عندنا دين، عقيده موجوده في قلوبنا ما تزحزحش. لا يبغض الناس دول يا اولاد الا واحد كده في قلبه مرض، لا مش ما فيش حد مش مهتم بالقضيه ديت الا في قلبه مرض. تمام؟ فاحنا يا اولاد نبدا نقاطع، ندعو الله سبحانه وتعالى ما استطعنا، لو نقدر ننفق نساعدهم بتبرعات او كلام ده كله، ندفع في الصلاه، ندعي ربنا سبحانه وتعالى بما استطعنا. كل صلاه انت بتصليها لله سبحانه وتعالى تدعي لهم فيها، كل ما تفتكر النهارده كان مطر يا اولاد، فده من اوقات استجابه الدعاء. احنا عارفين ان سنن المطر بنعمل حاجه في الاول وفي الاخر وفي النص، اول حاجه اول ما المطر بينزل بنقول اللهم صائبا نافعا. طب لو مطر، المطر لما المطر ينزل بننزل بقى نقول اللهم صل على النافع، وننزل تحت المطر نغسل نمسح بالميه ديت ما استطعنا من جسمنا. يعني ده بالنسبه للاولاد، للذكور، للرجاله يشمر ويشمر ايده وكمه وايده ورجله ويبدا يمسح بالميه ديت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث عهد بالله، هذا حديث عهد بالله. الحاجه اللي بعد كده، لو الحته اشتدت علينا قوي، المطر اشتد جدا يا اولاد، نقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب ومنابت الاشجار، تمام، وبطون الاوديه. لما الحته تبطل المطر خلص يا اولاد نقول ايه بقى؟ نقول مطرنا بفضل الله، نقول مطرنا بفضل الله. خلاص كده يا اولاد، يبقى اول حاجه عندنا ندعي بالدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياه، اللي هو ايه؟ اللهم صيبا نافعا. في وسط الكلام ده كله يا اولاد ندعي ربنا سبحانه وتعالى بما شئنا. فمن ضمن الحاجات اللي احنا لازم 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 واجب على كل مسلم ان هو يدعو بها، ان احنا ندعي لاخواتنا في غزه، في كل مستضعف من المسلمين في 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 بقاع الارض، في شتى بقاع الارض. ما ننساش اخ لينا مسلم، احنا كمسلمين يا اولاد، عشان احنا دي الضريبه اللي احنا بندفعها عشان في الاخر ان شاء الله نتمتع بجنه عرضها السماوات والارض عده للمتقين. انا لما اكون
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. انا لو مش مهتم بامر اخويا المسلم اللي بيتحارب في مكان تاني، يبقى انا ازاي اكون مسلم زيه؟ لا، لازم اكون مهتم، ادعي ربنا سبحانه وتعالى وعرف الناس بقى. لا، في حاجه في يا جماعه حاجه اسمها المسجد الاقصى زي ما اتكلمنا، وتبدا تشرح بالفكر والحاجه اللي انت عارفها. يا جماعه في منطقه اسمها غزه، في منطقه اسمها الشام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الايمان كله وكل الايمان هيبقى موجود في الشام في اخر الزمان، يعني في بقى في الحروب اخر الحروب ونهايه العالم والكلام ده كله. الفئه المؤمنه والفئه الثابته والفئه التي ينصرها الله سبحانه وتعالى هتكون في الشام، هتكون يعني في فلسطين وبيت المقدس اللي هو بلاد الشام دي كلها. خلاص كده يا اولاد، فاحنا ده بالنسبه لنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده حاجات واجبه علينا جدا بنفكر بعض يا اولاد. ما ننساش مش على طول، عشان احنا شايفين الدم باستمرار والكلام ده كله هننسى ونستهون ونستمرق الدم. لا لا يا جماعه، لازم كل يوم نفكر نفسنا، نتكلم مع نفسنا كده، دول اخواتنا لازم ندافع عنهم باي حاجه نقدر نعمل بيها. خلاص كده يا اولاد، كلام مفهوم؟ مفهوم تمام. ده بالنسبه مفهوم. دي حاجه اساسيه لازم هنتكلم فيها كل مره، ما ينفعش نفوتها، خلاص لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكتب نصره للمؤمنين ان شاء الله. طيب المره اللي فاتت يا اولاد لو انتوا فاكرين، اتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان اشتغل في التجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في راعي الأغنام، وقال لنا ما من نبي إلا وراعى الغنم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الأغنام، وشوية النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في التجارة مع عمه أبو طالب، ودي كانت مقدمة لحاجة عظيمة جدا حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. هي إيه يا خالد؟ بداية شغل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة كانت حاجة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه عشان في التجارة الرسول كان أمين في الفلوس، ومش مش بي هو كان وسلم. لا، أو انت رحت سكة تانية خالص. طب قول يا عبد المجيد كده. جيدو. أنا كنت هقول عشان كان بيتعلم الصبر. لا لا، هي التجارة دي كانت مقدمة لحاجة كبيرة حدثت بعد كده، اللي هي عرفته على مين؟ أنا كنت بكمل. قول يا خالد. بقى هو الرسول ورد لسيدنا خديجة إن هو كويس وراجل صالح، فسيدنا خديجة قالت لواحدة من أصحابها تروح لسيدنا محمد عشان تقول له إيه رأيك تتجوز سيدنا خديجة. السيدة خديجة، أحسنت. هي دي كانت مقدمة إن هو يعمل يشتغل مع السيدة خديجة، والسيدة خديجة لما شافت أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وشافت فيه إن هو ده اللي ينفع زوج ليها وكده، فالسيدة خديجة رضي الله عنها يعني خلت واحدة من صاحباتها إنها تبدأ تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس إن هي جاية من ناحية عايزة توفق رصين في الحلال وكده، وهي بالفعل تم الامر وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه رضي الله عنها. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في التجاره مع عم ابو طالب، وهناك شافهم واحد نصراني، واحد راهب كان اسمه بحيره الراهب، وقال لعم ابو طالب لا، خد ابن اخوك وخرجه عشان لو اليهود او اليهود لو شافوه هيقتلوه، ان هو عارفين ان في نبي في اخر الزمان هيطلع وكده. سبحان الله يا اولاد، الهدايه ديت حاجة مش سهلة، حاجة توفيق من الله سبحانه وتعالى، أمر ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فتخيل إن أبو طالب يعتبر كان عارف قصة إن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى نبي ورسول والكلام ده كله، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن هو صادق، ومع ذلك بسبب إن هو استمر الأمر، قال لك عادي أنا هساعده وخلاص والكلام ده كله، واستهون بالأمر. السبب الثاني يا أولاد إن هو سمع لصاحب السوء اللي هو أبو جهل اللي هو بيموت، قال أتترك دينك ودين آبائك دين عبد المطلب؟ قال أنا على دين عبد المطلب، هو أقل أهل النار عذابا بس مش هيخرج من النار خالص يا أولاد. فده حاجة صعبة جدا، ندور على أصحابنا كويس يا أولاد عشان ما نقعش في الإيه؟ في المسألة دي.
طيب احنا قلنا المره اللي فاتت برضو عن فكره شعب ابي طالب لما اتكلمنا عن اخواتنا في غزه، قلنا ان احنا حاجات شعب ابي طالب بالظبط بالظبط هي فكره محاصر اخواتنا في غزه، ولكن مع اختلاف الازمان واختلاف الاليات. ولكن العرب كان عندهم روح، كانوا يقدروا يدخلوا حاجه، يدخلوا اكل ليهم. سيدنا عمر كان بيدخل احيانا، سيدنا ابو بكر كان بيدخل احيانا، بعض المسلمين المتخفيين كانوا يدخلوا ويتخفوا ويدخلوا. ولكن اخواتنا في غزه يعني لهم الله ان شاء الله، وربنا ان شاء الله سينصرهم قريبا يعني. فده بالنسبه لشعب ابو طالب. احنا نتعلم يا اولاد من قصه شعب ابو طالب ان الله سبحانه وتعالى يحصل المسلمين في شعب ابو طالب ان الله سبحانه وتعالى سينصر دينه لا محاله. احنا اشتد علينا الامر والامر جديد علينا جدا يا اولاد، ولكن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب يا اولاد، لما زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الامر كبير، اليهود خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاونوا مع المشركين، والمشركين جايين عدد كبير جدا يا اولاد، النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ تخيلوا، ربنا قال وزلزلوا زلزالا شديدا، ان الصحابه حتى زلزلوا، ما كانش حد عارف يروح يعمل، عزك الله يزم الخلاوي يروح يعمل حمام، ما كانش حد عارف يتحرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيتو مفاتيح كسرى، مفاتيح فارس، مفاتيح قيصر بتاع هرقل، ومفاتيح فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بفتح مدن الروم وفارس ومدن اليمن والكلام ده كله. المنافقين بقى لك ايه، هو ما فيش فيهم الواحد فيهم مش قادر يروح يعمل حمام وهو بيبشركم بفتوح فارس والروم والكلام ده كله. وده كلام يا جماعه، ولكن الصحابه ما التفتوش للمنافقين، فاحنا برضو ما نلتفتش للمنافقين. وربنا سبحانه وتعالى بشويه هوا كده، شويه رياح حصلت ان هم اشتالت القدور كانت بتخلع الخيام، وربنا سبحانه وتعالى نصر للنبي صلى الله عليه وسلم بحاجه ما كانش حد متخيل اصلا ان هو ينتصر بيها النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعلم جنود ربك الا هو. بس انا يا اولاد برضو في حاجه، مع ان انا بحب الشتاء، ولكن برضو من ضمن الحاجات اللي مزعلاني جدا ان اخواتنا في غزه ما فيش لهم مأوى، بيتهم اتهدمت، ما فيش خالص. طب هما قاعدين ازاي دلوقتي؟ ازاي قاعدين اصلا؟ و يعني مثلا الشتاء عليهم، لو كان عندهم شتاء الجو بدأ يبرد، طب هيقعدوا ازاي؟ والخنازير قاموا ضاربينهم امبارح، فمش قادرين، انتوا مش قادرين تتخيلوا يا اولاد كمية الصعوبة اللي هم فيها حاليا. لذلك هناخد من دي حتة صغيرة كده، نفهم نشوف احنا قاعدين فين دلوقتي، والبيت اللي احنا قاعدين فيه، والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لنا، فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعم دي. خلاص يا اولاد، احنا كل حاجة بتدخلنا على غزة. فالحاجة اللي بعد كده يا اولاد، النبي صلى الله عليه وسلم، قول اقفل الصوت لو سمحت. لما حصل وتزوج من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من السيدة خديجة، لما جه بدأ سن 35، حصل فكرة إن هدم اللي هو تجديد الكعبة ورفع أساس الكعبة وتوسيع والكلام ده كله. فكان في مكان الحجر الأسود، كل القبيلة تقول لك لا أنا اللي هحط ده، أنا اللي هحط الحجر، هو شرف عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لهم، قام خلع القميص بتاعه وقام شايل الحجر وحطه، وقال كل بطن من بطون العرب او من بطون قريش تشتري الحجر وتحطه. وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الحجر وهو اللي حط. فده كان مفخره لبني هاشم. ثانيه بس، مفخره لبني هاشم، كان فضل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده. بعد كده السيده خديجه رات بعض الامور على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينفرد، يخلو صلى الله عليه وسلم بنفسه. السيدة خديجة قالت خلاص انت تهيأ لأمر عزيز، فانت خلاص كده انا عايزك تسيب التجارة، سيب كل حاجة، وانت مالكش دعوة بأي حاجة، تفرغ لهذا الأمر. وبالفعل تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. رؤى الأنبياء يا أولاد صدق ووحي. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أمره إن هو ياخد ابنه إبراهيم، ابنه إسماعيل، ويذبحه، كانت عبارة عن رؤيا منامية. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
يعني هو كانت رؤيا، فرؤيا الانبياء وحي من الله سبحانه وتعالى وصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب اليه بعد كده ان هو يخلو، فكان يخلو ليالي كتير في غار حراء، وبالذات كان في رمضان. في رمضان من ضمن رمضانات النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتامل كده، ادعو الله سبحانه وتعالى واتامل في خلق الله سبحانه وتعالى، ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جد ابراهيم كان بيعمل ايه. فجاه كده شاف سيدنا جبريل على هيئته الحقيقيه 600 جناح. انتوا عارفين قوه سيدنا جبريل عامله ازاي يا اولاد؟ حد يعرف عن قوم سيدنا لوط؟ حد يعرف قوم سيدنا لوط؟ قول يا قول يا محمد كده، محمد كرم، يا محمد الجماعة الشمال، ايه الجماعة علي الشمال، صوتك. هم الجماعة الشمال. قوم سيدنا لوط. اه تمام. فهم دولت سيدنا جبريل عليه السلام على طرف جناحه قلب، رفع القريه على طرف الجناح وقلبها، جعلنا عاليها سافله. الملائكه سمعوا صوت اصوات الديكه وتصيح في الايه، في السماء، وهم في السماء يعني درجه ان هو رفعها فوق جدا. ربنا سبحانه وتعالى احرقهم وقلب بهم الارض فجعلنا عليها سافلها. فده طرف جناح بس من سيدنا جبريل، فما بالك بقوه سيدنا جبريل ومنظر سيدنا جبريل عليه السلام. فسيدنا جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم وارتعب. فسيدنا جبريل قال يا محمد اقرا. قال ما انا بقارئ، انا ما اعرفش اقرا، اقرا ايه؟ فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، فحتى بلغ من الجهد، يعني تعبت جدا، ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمه كبيره جدا. ثم قال له، ثم تركه، فقال يا محمد اقرا. قال قلت ما انا بقارئ. ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمني جامد. في المره الثالثه عمل كده، ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان. كل الناس كده ومش عايز اسمع صوت. ايه؟ قول له يقفل الصوت، ما حدش يفتح صوت الا باستئذان. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجهد من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طب أنا هسأل سؤال لكل يا أولاد، وعايز كله يركز معايا، أنا عايز الكل يرفع إيده، الكل، مش الكل رفع إيده، خلاص يا اولاد. طيب انا عايز دلوقتي حد يقول لي ما هي الايات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اول مره؟ هل سوره العلق كلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اول مره، ولا بعض ايات؟ نختار مين؟ نختار، مش عايز اسمع صوت. انا قلت يا بسام اما حد استاذن الاول بعد كده افتح الصوت. قول لي يا حمزة كده، اقرأ باسم ربك الذي خلق أول آية. هل أنا عارف إن هي سورة اقرأ، هل هي نزلت كلها ولا بعضها؟ بعضها. طب لحد فين؟ خليك أنت السؤال ده، خلاص أنت عندك. قول لي يا أحمد، يا وائل. أحمد لغاية سورة ال لغاية فين؟ لغاية كم آية؟ كم آية؟ طب قول لي كده، ثواني خلاص اقفل الصوت عندك يا احمد، شكرا يا احمد. قول لي كده مين؟ قول يا نيرة أو بدر أو محمد أو ياسمين. 19. لا مش كده، لا انا بقول كام ايه، هي ما نزلتش كلها، مش بقول عدد ايات كام، انا بقول انا عايز اعرف كام ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قول يا حمزه. ما اعرفش يا استاذ،
تمام. قول يا بسام. ثلاث آيات. بسام. لا ثلاث آيات. لا 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 لا، قول يا جيدو كده. عبد المجيد. أربعة. مين؟ لا يا يارا، مش أربعة. يبقى خمسة. ميزان. والله عارف أنت هتقول كده يا عبد المجيد. يلا يا أخي. ستة. ستة. تمام. هم 5 آيات. هو أول 5 آيات يا أولاد نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بدأ. خلاص كله في الصوت، كله ينزل إيده. أول 5 آيات هم اللي نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة، في سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا بس دول أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقط في كل الآيات اللي في هذا الموقف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد، ودي حاجة إحنا نتعلمها بقى من السيدة خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كده وشاف سيدنا جبريل عليه السلام، وشاف وكان حصل حدث له الخوف وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح اول حد جير على مين؟ حد يعرف اول حد جير على النبي، جير عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول يا خالد كده. سيدنا خديجة. سيدة خديجة. سيد، احسنت، جميل. يجينا راح على السيدة خديجة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زملوني زملوني يحلفون دسروني دسروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خايف، موقف صعب. انت حط من نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم وشوف انت هيحصل لك ايه لما تشوف موقف زي ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد كده: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. بتقول لها: انا خفت والله على نفسي من الموقف ده. السيدة خديجة ترد عليه تقول له ايه بقى: لا والله ما يخزيك الله ابدا، ربنا مش هيزعلك ابدا، انك لا تصل الرحم، يعني بتزور قرايبك وتحمل الكل، الانسان اللي مش قادر يعمل حاجه مثلا مديون او كلام من ده كله، بتساعده، وتكسب المعدوم، يعني التراب في ايدك ذهب، تاجر كويس وبتاجر بحق، وتقري الضيف. تقر الضيف يعني ايه يا اولاد؟ لما حد يجي لنا ضيف بنحط قدامه اللي هو اكله، بنضيفه ضيافه كويسه وكلام من ده كله. وتعينه على نوائب الحق، يعني ايه؟ اما يكون في موقف حق وباطل بتكون دايما في مكان الحق، بتعين صاحب الحق على الظالم. خلاص يا اولاد. فالسيده خديجه يا اولاد لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم في المنظر ده هدأت من روعه، ما قالتلوش في ايه اللي حصل. يعني مثلا دلوقتي عبد المجيد داخل على يار، فعبد المجيد داخل مخضوض وخايف، ها، فتقول له: في ايه يا عبد المجيد؟ ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ مين اللي هي؟ لا مش كده خالص، لا انت تهدي الاول، سيبيه ده خالص، خد نفسه، ايه اللي حصل؟ يتكلم الانسان الخايف او جاي مرعوب من حاجه كده، يجي يهدى الاول، ما يتحدش يتكلم معاه في اي حاجه، ودي بنتعلمه الموقف ده. تمام. فنهدى خالص عليه كده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يهدئه كده ويهدئ روعه، وبعد كده يقعد يستنى لما يكون هدى خلاص نبدأ نتكلم ونشوف ايه اللي حصل. خلاص بدنا نتعلم موقف السيدة خديجة رضي الله عنها. طيب يا اولاد، السيدة خديجة هل هي تسكت على الموقف ده؟ يعني هي سمعت حاجة معينة وشافت النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف حاجة معينة، هل السيدة خديجة هتقعد ساكتة كده وحاطة إيدها على خدها وخلاص وموقف وعدى، ولا هتعمل إيه؟ عايز أسمع ياسمين. كنت عايز سؤال ياسمين، تاني. صوت كان السيدة خديجة لما شافت النبي، تمام، السيدة خديجة لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده وقال لها: أنا سمعت كلام، وبدأ يقرأ عليها هذا الكلام، هل هي هتقعد ساكتة ولا لازم تروح تشوف حد يعرف ايه اللي حصل وايه المشكلة اللي حصلت دي؟ لو كانت مشكلة، ها، هتروح ولا هتفضل قاعدة مكانها؟ هتروح. هتروح لمين بقى؟ حد متخصص ولا اي حد وخلاص؟ حد متخصص. حد فاهم في المسألة دي، صح ولا انا غلطان؟ السيدة خديجة رضي الله عنها فعلا عملت كده. واقول لكم على كمان، ازيدكم كمان، السيده خديجه رضي الله عنها
راحت لابن عمها. ما كنت ابن هقول عمها ده قول عاوز اقول ان ابن عمها كان يعرف عن جبريل وكده، راح بالظبط نور، بعدين بالظبط راحوا له، بعدين هو قال له ان ده جبريل، وقال له هو اللي نزع السيدة الرهيب. بالظبط، ان هذا الناموس الاعظم، تمام، الذي هذا الناموس الذي انزله الله على موسى، يا ليتني كنت في هذا. السيده خديجه خدته وراحت لبيل لورقه ابن نوفل، كان كبير في السن، راجل كبير، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. هي بتتود يعني ايه، بتحاول توطد علاقه، وان هو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرتاح، انت ابن اخوك كده فتكلم براحتك. قال له ورقه: يا ابن اخي ماذا ترى؟ ايه اللي انت شفته؟ او ماذا رايت؟ فقال اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، وانه قال له ضمه، قال له اقرا باسم ربك الذي خلق، الاخذ ايات. فقال: هذا الناموس، سيدنا جبريل، الذي انزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جزعا، ليتني حيا اذ يخرجك قومك، يعني يا ريتني كنت شاب قوي اقدر ادافع عنك، ويا ريتني اكون حي لما قومك يخرجوك من مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي هنقف عندها شويه يا اولاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: او مخرجيه هم يخرجوني، انا بقول لهم تعالوا خير ليكم، انا بقول لهم ابعدكم عن النار وادخلكم الجنه، انا بقول لهم ابعدوا عن الشيطان وسيبوا الحاجات اللي بتصرفوا فيها فلوس ملهاش لازمه، بتدفعوا فيها فلوس وبتعملوا حاجات محرمه، لا تعالوا ادخلوا في حاجه تكون فيها خير ليكم في الدنيا وفي الاخره، هيطردوا او يخرجوا. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه بعد 13 سنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ قال: نعم، لم ياتي رجل قط مثل ما جئت به الا عودي، يعني لازم هتتعادى. وبالفعل يا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت ده عرف ان هو الله سبحانه وتعالى سيبتليه بايذاء قوم. النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي فضل كئيب كئيبا حزينا، مش عارف ايه اللي هيحصل وايه اللي حصل، وهل ده هتبقى مرة واحدة ولا هتفضل كتير. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قعد شهر، راح غار حراء، فضل قاعد في شهر وكده ينتظر الوحي. فهو وهو ماشي كده، وهو ماشي في نص الطريق سمع حد بينادي عليه، يبص يمين مش شايف، شمال مش شايف، فوق مش شايف حد خالص. نظر إليه فإذا الملك الذي جاءه بحراء، يعني هو سيدنا جبريل قاعد على كرسي فوق كده، والنبي صلى الله عليه وسلم باصص له، جالس على كرسي بين السماء والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الرعب، حاجة غريبة أنت ما شفتهاش قبل كده، ما تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم جرى من سيدنا جبريل عليه السلام وبدأ يجري حتى وصل إلى السيدة خديجة وإلى منزله. فأتى السيدة خديجة وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا، انا مش قادر، صب عليا ميه بارده. والنبي صلى الله عليه وسلم دثروه، حطوا غطوه كده وصبوا عليه الماء البارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. 5 آيات برضه من سوره المدثر. بعد كده الوحي بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع. النبي صلى الله عليه وسلم يا اولاد انتوا مش متخيلين كمية الإيذاء اللي اتأذاها النبي صلى الله عليه وسلم عشانها، مش متخيلين كمية التعذيب، كمية حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، كمية التعب اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه في الفترة دي، تعب عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد حتى إن نزول سيدنا جبريل عليه كان صعب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعرق، كان بيعرق جدا. فاحنا نرجع تاني، النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان هو لما السيده خديجه رضي الله عنها عرفت ان هو سيكون له شأن، وان هو يكون له شأن عظيم والكلام ده كله، قالت له: تفرغ لما خلقت له. والنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل تفرغ. في مره من المرات كان قاعد بيتعبد في غار حراء، شاف الشاب بيبص كده لقى حاجه ضخمه جايه، شاف سيدنا جبريل على هيئته الحقيقيه،
فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضمه فغطني حتى اذا بلغ حتى بلغ مني الجهه، تعبت جدا، جبت اخي فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ، عامل نفسه ضم النبي صلى الله عليه وسلم وضغط فقال اقرا، قال ما انا بقارئ، ضم النبي صلى الله عليه وسلم في المره ديت وضغط وقال اقرا، قال ما انا بقارئ، فقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اول حد راح له كان السيده خديجه رضي الله عنها، لانه عارف ان هي ست فاهمه هتفهم وهتقدر تحتويه في الموقف ده، هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه تعبه وهتقدر تواسي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا اولاد لما السيده عائشه قالت له كلمته فبتقول له فبتكلم عن السيده خديجه فقالت او ما ابدلك الله خيرا منها، قال والله ما ابدلني الله خيرا منها، مش حد زي خديجه. النبي صلى الله عليه وسلم يا اولاد لما كان يشوف حد جاي قريب السيده خديجه او من صاحبات السيده خديجه يفرش لها ويقعد ويتودد ويتكلم، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعرف بس ان هو من طرف السيده خديجه اشتالوا من على الارض شيء، وده النبي صلى الله عليه وسلم، ده اكراما اكراما للسيده خديجه، لانها ما عملتش مع النبي صلى الله عليه وسلم قليل. لذلك انا قلت لكم المره اللي فاتت يا اولاد مفيش حد بيركع ركعه، مش حد بيسجد سجده، محدش بيعمل عمل صالح من المسلمين الا وكان هذا العمل في ميزان السيده خديجه قولا واحدا. خلاص يا اولاد، الحاجه اللي بعد كده قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم السيده خديجه هدأت من ربها، قالت فقال والله لقد خفت على نفسي يا خديجه، قال والله لا يخزيك الله ابدا، لن يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نواب الحق، انت ما بتسيبش حد، انت دايما في الصداره، اي عمل خير بتكون في الصداره. وذهبت الى ورقه بن نوفل وقالت اسمع من ابن اخيك، فقعد يسمع من السيده خديجه، قعد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، ليتني كنت فيها جزعا، ليتني كنت حيا اذ يخرجك قوم، قال او مخرجهم، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عوديا الا عوديا الا عوديا. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار مكه عذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واذوا النبي صلى الله عليه وسلم اشد انواع الايذاء. الحاجه اللي بعد كده يا اولاد، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان انقطع الوحي خلاص حزين، في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم شعر بيها، حب الحاجة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة قعد شهر كده في غار حراء، وماشي كده في نص الطريق شاف حد بينادي، اسمه حد بينادي عليه، بص يمين شمال ده ما روحش حد شايف حد، بص فوق في السماء، فرأى ان سيدنا جبريل الملاك اللي هو سيدنا جبريل الذي اتاه في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والارض، جالس على كرسي بين السماء والارض. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى السيده خديجه رضي الله عنها والاهل بيته وقال زملوني زملوني، دثروني دثروني، وصبوا علي ماء بارد، حد انا عايز اتدفى، وحطوا علي ميه ساقعه ميه ساقعه. بالفعل عملوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك والرجل لحد والرجز فهجر، بس 5 آيات. تخيلوا يا اولاد بعد الفتره دي 23 سنه 23 سنه لم يهدأ لم بال بليغ الدعوه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ وهو يموت، كان يقول الصلاه الصلاه وما الصلاه الصلاه وما كتب ايمانكم، اتقوا الله في النساء. فهو بيؤمر الناس هو بيموت. تخيلوا يا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يقول حاجه، هو ده عمل اللي عليه زياده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش عمل خير، ما فيش عمل خير جه امرنا الله سبحانه وتعالى، بلغه الله سبحانه وتعالى، اوحاه الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلازم يا اولاد نتعلم، نبقى قاعدين كده حابين ان واحنا حابين ان احنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو في حاجه نبدا نقرا ونتعلم ونشوف ايه اللي يفيدنا وازاي نتعرف على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحاجه اللي بعد كده يا اولاد هنقف عند النقطه ديت، لان النقطه دي المرحله دي مهمه جدا، هنبدا بقى الحصه اللي جايه. يا ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم
في توقعك وكده وتخيلك، هل النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع يدعو الناس كلهم مرة واحدة، ولا هينقي واحد واحد يشوف اللي هو بيثق فيهم ويبدأ يدعوهم؟ يلا كده ناخد ندردش سريعا كده في النقطة دي. أنا عايز أسمع أحمد وائل. واحد واحد. جميل، ماشي، هناخد رأي مين تاني، نشوف مين 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 مين. عبد المجيد. واحد واحد عشان أجيب على الناس كلها هيتقتل. وليها أسباب تانية. قولي يا حمزة. كنت هقول زي عبد المجيد. طيب وجهة نظركم في إيه كده يا ولاد؟ قولي يا بسام كده. هو المفروض يختارها يعني الزوجة المفروض بعدها إيه؟ يقوم الأول ده خديجة، وبعدها يقول للأصحاب واحد واحد، وبعدها يبدأ يدعو في السر لمدة 3 سنين. ما... لا انا مش بقول لك الترتيب، انا بقول لك ليه. تمام المفروض يلا عشان لو كان نشرها، لو نشرها بسرعة كانوا هيقتلوه. قول يا سارة كده. قول يا يوسف كده، يوسف نبيل. أنا آسف يا مستر، أنا بس ما أعرفش. ماشي، طب بص يا اولاد، احنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ده احنا مش هنقول دلوقتي، القصه اللي جايه ان شاء الله هنعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس في السر كده، يعني ياخد واحد واحد كده يبدا يدعوهم، ويا ترى السيده خديجه كان موقفها ايه؟ يا ترى اعمام النبي صلى الله عليه وسلم موقفهم كان ايه؟ يا ترى اسياد اللي هم كبراء وصناديد مكه اخبرهم ايه في الحوار ده، في المساله دي؟ هنعرف كل الكلام ده يا ولاد المره اللي جايه، ولكن بوثقها يا ولاد وصيه اخيره ان شاء الله، محدش ينسى اخواتنا في غزه، افتكروهم دايما بالدعاء لعل ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم خلاصا من هذا الظلم، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم نجاه من هذا الظلم، هذه الاباده. وممكن يا ولاد ما تعرفوش، ممكن واحد فينا يكون ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعائه، فتكون نجاة اخواتنا بسبب دعاء. تمام، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ربنا ان شاء الله يستجيب، بس توقيت الاستجابه دي امتى الله اعلم، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحدد. خلاص يا اولاد، نتعاهد يا اولاد ان احنا لازم ان شاء الله ندعو لهم في كل صلاه نصليها لله سبحانه وتعالى، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم البلاء، وان شاء الله هيرفع عنهم البلاء باذن الله. بنقول ايه يا اولاد في اخر كل حصه؟ سبحان الله نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.